اللي حصل فيها إلا إذا كان إثارة هذه الأمور بسوء قصد. بسوء لأن قصد. طبعا جانب كبير من هذه البلاغات تقدم بحق، بمعنى أنا ما شاء الله شايف أوراق كتير قوي. المستشار تركي من خلال محاميه هو ما 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 قالش حاجة، قال أنا تبرعت بأرقام كذا وكذا وكذا وذكر رقم. العبرة مش المذكور إيه، العبرة بالواقع إيه وما تسفر عنه التحقيقات، وما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة اللي بتشتغل بشكل حرفي جدا جدا ومهني ودقيق. بلاغ المستشار تركي آل الشيخ كان في مش 7 أو 8 ورقات يعني كالمعتاد، أما في بلاغات أخرى مش عايز أقول إن كان فيها إساءة قصد، لا تم اتخاذ بلاغات أخرى مش بقصد إظهار الحقيقة، لا بقصد التشهير والإساءة. أنا أقدر أعمل بلاغ عشان استوضح وبسيب جهات التحقيق تشتغل، واقدر اعمل بلاغ عشان يبقى غطى للشتايم وقله الادب. اقولها تاني، ممكن اعمل بلاغ واتستر فيه عشان اسيء لحضرتك، واما تيجي حضرتك ترفع عليا قضيه اقول لك لا ده في موضوع منظور قدام القضاء اما يقول كلمته. فبالتالي بعض هذه البلاغات في هذه القضيه تم اتخاذها ستار للتشهير والاساءه والتشكيك في الناس من خلال كل الاصوات الاعلاميه اللي احنا تابعناها. نعم. طيب ما يتعلق بمستحقات الأهلي، لأنه الأمر الناس كلها بتتكلم على أنه ديت مكافآت